من جدة إلى الرياض إلى مهرجان الملك عبد العزيز للصقور بالتحديد الذي يواصل انطلاقه في نسخته الثانية في هذا العام، فعاليات مسابقات. المهرجان يقام في ملهم شمال الرياض بمشاركة 2149 صقار وبمشاركات دولية وعربية ومحلية واسعة. هذا المهرجان يطلق طبعا قبل أن يطلق أنه ينظمه نادي الصقور السعودي، يستمر حتى يوم 16 من ديسمبر الجاري. يطلق أكبر مسابقة من نوعها في العالم بجوائز تزيد على 21 مليون ريال. هالمسابقة الكبيرة وحول هالفعاليات، فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للصقور ومسابقاته المليونية، ينضم إلينا الأستاذ بدر المحمد. حياك الله أستاذ بدر. حياك الله، يا مرحبا أستاذ بدر. أنت عضو لجنة المسابقات في مهرجان الملك عبد العزيز للصقور. شاهدنا النسخة الماضية إقبال كبير جدا من المشاركين وكذلك الزوار ورواد هذا المهرجان، ماذا عن الإقبال هذا العام؟ الحمد لله، بعد نجاح المهرجان العام الماضي في نسخته الأولى نلاحظ الإقبال هذا العام بنسبة زيادة ملحوظة عن العام الماضي، وإقبال متزايد من المتسابقين أصحاب هذه الهواية وغيرهم من المهتمين بمثل هذا الموروث الذي يعتبر من تاريخ المملكة العربية السعودية ومن أصل تاريخها. أستاذ بدر، مطلع العام هذا المهرجان الملك عبد العزيز للصقور حصل أو خلنا نقول سجل ضمن أو سجل ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، نظرا لأنه أكبر بطولة ومسابقة خاصة بالصقور. العام هذا إيش ناوين عليه؟ إيش الإنجازات اللي تطمحون إلى تحقيقها من خلاله؟ والله المهرجان يطمح دائما لأعلى المستويات من ناحية الخدمات، من ناحية تطوير المسابقات، تنمية هذا الموروث يعني بشكل يتناسب مع رؤية المملكة 2030 ويتوافق معها حسب توجيهات سمو سيدي ولي العهد وإشراف سمو سيدي وزير الداخلية. إن شاء الله السنة هذه سيكون رقم بإذن الله مختلف كليا عن السنة الماضية، ويعني السنة هذه نلاحظ إقبال متزايد من هواة الصقور. يعني العام الماضي اللي كان مشارك بصقر وصقرين، السنة هذه أغلبهم شارك بعدد يعني أكثر من العام الماضي، وهذا دليل شغف الهواة على مثل هذه المسابقات. مشاهدنا على أرض الواقع، يعني حتى النسخة الماضية وشاهدنا كذلك مشاركة دولية من بعض اللي قادمين من برا المملكة العربية السعودية، مشاركين بالصقور دولية ومشاركين أيضا دوليين. ماذا عن مشاركات دوليين هذا العام؟ هذا العام أكيد بإذن الله سيشهد مشاركة أكبر من العام الماضي، نظرا لوجود يعني تنظيم وموقع مهيئ بأعلى أجهزة القياس، قياس السرعة لسباق الملواح، أيضا منافسة اللي هي لسباق المزاين الطيور اللي هي الجمال الطير، سباق المزاين أيضا للدوليين والسعوديين معا. جميل، كل التوفيق لكم أستاذ بدر المحميد عضو لجنة المسابقات في مهرجان الملك عبد العزيز للصقور، يعطيكم العافية. شاهدنا عبد الحكيم كانت المجد حاضرة أيضا بعدستها العام الماضي في هالمهرجان، غطت حاضر برضه اي أكيد كان عدد كبير مرة يعني عدد ضخم وكم هائل من المشاركين واللي كانوا حاضرين لهالمهرجان، وهو أول نسخة له وحقق هالأرقام. لها هواة ولها محبين، وأكيد حتكون يعني ترى بدينا بموسم وأكيد حيكون انطباعها أكثر لما يجربون الموسم الجديد، وأكيد فيه تفاصيل أكثر.